الخير والبركة، حيث انطلق شوطنا التاسع المخصص للإبكار لفئة المحليات على صايل بهذه الشعارات القادمة من كل حدب وصوب من هنا في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. مباشرة نسير إلى مقدمة هذا الشوط مع السائحة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من يتقدم على الصدارة الأولى في هذا المسار. نقلتنا إلى المركز الثاني على الوصول والتقدم في هذه اللحظات من مزنة سعيد بن سلطان بن حمد بالأصلية الشامسي، ولكن هناك أيضا ينخطف من قدم هنا القادمة أشواق راشد بن سعيد بن علي المزروعي، والمركز الرابع على الوصول وتقدم من الدانة محمد بن حماد بخرايط العامري خذت المركز الرابع، بينما المركز الخامس القادمة والمتقدمة في هذا الشوط هذه الصايلة محمد بن عبد الله بالبادي الظاهري. المركز السادس وصول وتقدم مطر خليفة بن عبد الله بن محمد بن منينه الشامسي يأتي في هذا الانطلاق وفي هذا المسار، بينما المركز السابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من شعار محمد بن أحمد بن صالح العامري هنا يقدم لنا هذه الانطلاقة وهذا المسار ميرال، بينما المركز الثامن وصول من هذه الأسماء سيل جارف ياتي من المراكز الخلفية في هذه اللحظات، وتقدم من عجيبة حمد بن سعيد بن محمد بن زاهرة الخيلي. المركز التاسع هناك وصول وتقدم في هذه اللحظات من هدو عبد الله بن سعيد بن مخيت الشامسي، والمركز العاشر ختام النداء هنا في هذا الانطلاق من خلال الشعار شعار الصعب من الجانب الآخر يقدم لنا ثقة محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. هكذا النتيجة في هذا الشوط وفي هذا المسار، نتيجتنا للعشر المراكز الأولى بشعارات مختلفة. هناك أيضا مع الأصايل تلقى مطره هنا القادمة خليفة بن عبد الله بن محمد بن منينه الشامسي، والمركز الخامس الله يا سلام تسلل جميل وملحوظ من قدم هنا ميرال محمد بن أحمد بن صالح العامري، وهناك المجازف يأتي بشعاره المجازف يتقدم في هذا الشوط حيث قدم لنا انطلاقة جميلة انطلاقة غزوة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، يأتي بانطلاقة غزوة وتحدياتها المميزة، بينما هنا الوصول وتقدم مذيار عوض بن عبد الله بن عوض بن علي بن عبد الله البلوشي يأتي في هذا الانطلاق الجميل الصعب مع ثقة هنا، وهناك أيضا تقدم من انطلاقة الشكلة بطي بن ناصر بن حمود المالكي. النتيجة هنا للعشر المراكز الأولى والنداء الثاني هنا في هذا الشوط في هذا المساء، ناموس هذا الشوط لمن ما بين هالأسماء ما بين هالشعارات ما بين هالتحديات المثيرة والمنطلقة هنا في هذا الصباح هنا في عاصمة الميادين مع سن الإذاع سن الامتاع للإبكار المحليات الأصايل. البداية هنا وصلنا الكيلو ونصف الكيلو المتبقي عن ناموس هذا الشوط بقيادة من؟ بقيادة السايحة، بقيادة هنا شعار بن رشيد عاشق السلالة الشاهينية يتقدم على البداية الأولى، حيث قدم لنا السايحة في هذا
الانطلاق وهي متمسكة بزمام الأمور على الصدارة الأولى. 1200 يا أهل الإذاعة، 1200 يا أهل المحليات، قد أعذر من أنذر من هذه اللحظات. منصة الوهبة بانت والمركز الثاني أشواق أشواق، راشد بن سعيد بن علي المزروعي يقدم لنا انطلاقة أشواق. المركز الثالث، الله يا مطرة القادمة على المركز الثالث، خليفة بن عبد الله بن محمد بن منينه الشامسي، وهناك المجازف على المركز الرابع. المركز الخامس شعار البلوشي هنا ياتي مع انطلاقة مذيار عوض بن علي بن عبد الله البلوشي، وهناك ثقة محمد بن سلطان بن مرخان ياتي هنا في هذا الانطلاق. اختلط الحابل بالنابل، الله يا هي اسماء، ولكن المجازفة المجازفة، الله 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 على هذا العرض الجميل. هذا هو المجازف، المجازف يتقدم في هذا الشوط وفي هذا المسار، حيث قدم لنا غزوة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المهيري. الله المركز الثاني القادمة هنا المنطلقة مذيار عوض بن علي بن عبد الله البلوشي، ولكن لأهالي منازف إلى أهالي منازف مع المجازف، مع المجازف بانطلاقة غزوة وتحدياتها في هذا الشوط. هذا هو بسعيد، هذا هو بسعيد، هناك أيضا للمرة الثانية هنا، هناك أيضا يقدم لنا انطلاقة غزوة في هذا الشوط والغزال في الشوط الماضي. تهانينا والناموس وسلام منازف سلام. المركز الثاني مليار عوض بن علي بن عبد الله البلوشي، المركز الثالث ثقة هنا محمد بن سلطان بن مرخان عليك تبي، والمركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا متابعين الكرام. المركز الرابع والمركز الخامس كان هناك ايضا دخول جماعي هنا الى خط النهاية. مشاهدينا متابعينا الكرام، اعود هناك ايضا مع شعار محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، هناك ايضا المجازفة سلام الى منازف سلام، حيث قدم لنا انطلاقة غزوة هنا لحظات الوصول والعبور الى خط النهاية، معلن هذا الفوز والتحدي المثير بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 38 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. مشكور هنا أيضا المجازفة. المركز الثاني كان من نصيب عوض بن علي بن عبد الله البلوشي الأهالي السلطنة بانطلاقة مذيار بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 41 ثانية، بالوفاء والتمام والكمال. بينما المركز الثالث ثقة اللي حضرت على المركز الثالث، هذا هو الصعب محمد بن سلطان بن مرخان. سبع دقائق 41 ثانية، 9 أجزاء من الثانية، توقيت ثقة مع الصعب. بينما أخذ المركز الرابع هنا كان من نصيب هنا مشاهدينا متابعين الكرام مطرة خليفة بن عبد الله بن محمد بن منينة.